السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وبرنامجنا خدعوك فقالوا. النهاردة مع الحلقة الرابعة من خدعوك فقالوا. قبل ما أبدأ موضوع النهاردة، الأول عايز أقول لكم اللي حصل من الأسبوع اللي فات، من حلقة المرة اللي فاتت لغاية الحلقة دي. كثير منكم بيبعت لي عن طريق mustafahasan.com او عن طريق الايميل بتاع البرنامج، ان احنا نفسنا ان الحلقات تبدا تتكلم عن تفاصيل تعاملاتنا مع بعض، الصحوبيه وتاخر الجواز وبعض الحاجات اللي في اخلاقنا، بعض الحاجات في تعاملاتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. طبعا يا جماعه، طبعا هنتكلم في الحاجات دي، وما تستعجلوش على رزقكم ان شاء الله باذن الله. كل الاقتراحات اللي بتبعتوها ان شاء الله باذن الله، يعني احنا قلنا ان احنا اعداد برنامجنا اصلا طالع من افكاركم، مش من الحاجات اللي احنا عايزين نقولها، بل من افكاركم انتم. فان شاء الله باذن الله كل حاجة طلبتوها نتكلم فيها هنناقشها معاكم في خدعوك فقالوا. احنا النهاردة يا جماعة عندنا حلقة هي مهمة جدا جدا، مرتبطة بتفكير الانسان وصورة الانسان قدام نفسه. سألنا سؤال على الانترنت، دخل وصوت عليه 1200 واحد. هل احنا عندنا ثقة ان احنا ممكن نعمل حاجة في الدنيا دي تأثر فينا وتأثر في اللي حوالينا ونقدمها لربنا يوم القيامة، ولا احنا وقعنا في الخدعة؟ هو انا اللي غير الكون؟ خدعوك فقالوا، مفيش امل فيا، هو انا اللي غير الكون؟ لما عملنا الاحصائية دي طلع ليها ارقام هتذهلكم، ولكن هناخد فصل صغير ويلا نبدأ مع بعض نشيل من دماغنا فكرة ضعف الثقة في النفس. تقدر تغير الكون لو ربنا معاك. نروح لفصل صغير ويلا نبدا حلقتنا الجديده في خدعوك في قالوا، فتفضلوا معانا. سمعنا كلامه وصدقنا عشان نسلم على هوانا، ما دورناش وراه وازاي ما نتاكدش دي امان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تتصوروا يا جماعه ان 57% من الناس لما تسألوا هل تقدر توثق في نفسك وتقدر تعمل حاجة في الكون اللي ربنا خلقك فيه ده، تنفع بيها نفسك وتقدمها لربنا عز وجل وتسعد بيها غيرك، 57% قالوا ايوة. فرحنا قوي 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 من التفاؤل ده. لكن خد بالك، ما يقرب من 30%، جزء منهم ومش قليل 26%، بيقول انا معرفش، هو مش عارف هل هو عنده امكانيات ولا لا. و16% قالوا لا انا ما اقدرش اعمل اي حاجه مفيده في الدنيا دي. عشان كده كان لازم نناقش الحلقه دي. اذا كنا قبل كده يا جماعه قلنا ان امتنا ما ماتتش وفي امل في الامه، بل الامه بتحيا الفتره دي والفتره الجايه فتره امل في الامه، فاحنا اذا كانت الامه فيها خير هتبقى مشكله كبيره قوي لو انا ضعيف الثقه في نفسي. وشوفوا يا جماعه الصراحه، فكره هي جت عليا، هو انا اللي غير الكون، انا ما اقدرش اعمل حاجه، فكره ضعف الثقه اللي في النفس دي فكرة خلت كل واحد فينا ما عندوش أمل إنه ممكن حاله يتغير، ما عندوش أمل إنه ممكن يروح عند ربنا يوم القيامة يلاقي كتفه جنب كتف النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة. عدم توقع النجاح سواء في شغلي أو حتى على مستوى علاقتي بربنا عز وجل، وإن أنا بيني وبين نفسي أنا ممكن أكون مسواش أي حاجة وربنا مش هيستخدمني في أي حاجة، هذه الحالة من الإحباط الشديد أو اليأس الشديد خلت عندنا نوع من الضعف في المبادرة. المبادرة إن أنا ممكن حتى على مستوى دراستي، كثير من أصحابنا الشباب ما عندوش أمل إنه ممكن يكون إنسان متفوق، فمش عايز يفكر في مسألة إنه يذاكر كويس غير إنه بيطلع سخرية من الدحاحين، دي كارثة أصلا. يعني كثير مننا بعد ما يتخرج ما عندوش امل انه ممكن يحصل له قفزات مثلا ماديه في حياته فيقدر يتجوز بدري شويه، ما عندوش ثقه في كده. كثير من اخواتنا البنات خايفه انها تتحجب ضعف الثقه في نفسها، او تلبس حجاب واسع يرضي ربنا سبحانه وتعالى لحسن ما فيش حد من الولاد يبص لها وما تتجوزش. فده ادى لنوع من الياس ان انا ما اقدرش اعمل حاجه حتى على مستوى علاقتنا بربنا عز وجل. واحد اخطاه كتير، فلما غلط كتير وكلنا بنغلط كتير، قال صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم مش مخطئ خطاء، يعني بيغلط كتير صيغه مبالغه زي فعال لما يريد كده على ربنا عز وجل. كل ابن ادم خطاء، لكن وخير الخطائين التوابون. فكثير مننا لما ضعفت ثقته في نفسه لما بيغلط في حق ربنا عز وجل بسبب انه ضعيف الثقه ان ممكن ربنا يقبله، ما بيفكرش في التوبه، وحتى لو جه يتوب بيتوب توبه ضعيفه كده ما فيهاش عزم اكيد انه مش هيرجع للذنوب تاني. انتوا عارفين ده عمل ايه يا جماعه؟ عمل عندنا صفه نفسيه اسمها صفه الانهزاميه. حتى لو المشاكل اللي في حياتي اتحلت انا اصلا مش هبقى مبادر،
بسبب ان انا خلاص انا خدت قرار. هو انا اللي اغير الكون؟ انا خدت قرار يا عم، ما الناس كلها بتغلط الغلطه دي، هي جت عليا. انا خدت قرار، انا مش حاجه. مع ان لو ربنا عز وجل اراد ان يستخدمك وراى في قلبك بادره الخير، نفسي يا رب ابقى سعيد في الدنيا، نفسي يا رب متفوق في حياتي، نفسي يا رب اتجوز بدري كده واستقر بدري، نفسي يا رب توسع عليا في الدنيا عشان اعيش سعيد. بسبب عدم وجود الاماني الحلوه دي خلت حتى لو المشاكل اتحلت، احنا شفنا واحد بيقول بس اقرب لربنا، بس ربنا ياخد بايديا، انا ما فيش فيه امل. طب هو قعد دلوقتي قدام التلفزيون وسمع الدعاء والمصلحين والمشايخ، وهو قاعد بيسمع عمال بيقول ايوه بس ده كلام صعب، يعني انا هعمل ايه لما اسمع يعني الكلام الحلو ده وانا اللي غير الكون؟ الله، مش انت من شويه بتقول يا رب اقبلني وسمعني الخير؟ اديك سامع اهو دلوقتي. شفنا واحد كان ما بيشتغلش وشايف ان البلد فيها بطاله وان البلد ما فيهاش فلوس، وبعدين دلوقتي اهو بيشتغل. لكن فوجئنا بيه كسول، فوجئنا بيه روح متاخر، فوجئنا بيه مش عايز يطور نفسه وياخد كورسات ويتعلم. ليه؟ طب انا هوصل لايه يعني؟ ما عم الدنيا وصايد. الله، مش انت كنت من شويه بتقول هي جت عليا انا مش هشتغل، هو انا الغير الكون ده؟ مفيش امل، ده الدنيا مليانه بطاله، هو انا ربنا هيقبلني لو تبت له؟ طب ربنا وسع عليك وربنا فتح عليك وربنا قبلك، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى هو شغلك. ايه الحكايه؟ الحكايه بسبب المفهوم يا جماعه. المفهوم هو اللي لازم يتغير مش الاحداث. المفهوم اللي جوه ممكن يبقى فيه مشاكل بره، لكن لو المشكله اللي جوه مهما الظروف اللي حواليا اتحسنت، انا اللي ههدم الحياه الحلوه اللي حواليا. لذلك هنروح مع بعض دلوقتي لتقرير في الشارع، نشوف اراء اصحابنا ونشوف اراء البنات، هل عنده ثقه في نفسه انه ممكن ربنا يستخدمه لخير ينفع بيه نفسه وينفع بيه الناس ويقدمه لربنا؟ فتعالوا نشوف التقرير ونرجع نكمل ان شاء الله. عندي ثقة في نفسي، والله ما جربتش اسأل نفسي السؤال ده، بس متهيألي عندي ثقة في نفسي. مش دايما بكون عندي ثقة في نفسي. الناس مهزوزة كلها، ما حدش عنده ثقة في اللي جاي عموما. مش عارفة بس مش فاكرة، بس موجودة يعني. بس أنا لو من غير ثقة مش عارف أكمل حياتي. أحيانا بيبقى عندي ثقة في نفسي. لا. بس أمد الثقة دي من يعني إيماني بربنا. من خلال كليتي ومن خلال دراستي اللي أنا درستها، من ديني ومن التربية في البيت. أغير نفسي؟ اغير اللي حواليا. انا ما بتغيرش بسهوله. لما تصلح نفسنا احنا الاول هنعرف نصلح ده. اغير في نفسي دي؟ مفيش حاجه عايز اغيرها في نفسي. انا لو قدرت اغير واحد مش هقدر اغير الباقي. لا حياه لمن تنادي، يعني في ناس ممكن تغير فيهم وفي ناس ما ينفعش. نصلح من المجتمع، لازم نصلح من نفسينا ونصلح من الشباب اللي حوالينا. صعب شويه. مش مهم عندي الناس، المهم انا، المهم انا. يعني هو لو عايز يبقى كويس هيبقى كويس. ممكن نغير. كان نفسها انها تتجوز وتقول يا رب لو انت جوزتني يا رب هتجوز واحد كويس وهانشئ ولد يبقى هو اللي يحرر القدس، هو صلاح الدين. لكن علشان هي من جواها في انهزاميه، لما اتجوزت واحد عادي وخلفت ولد صغير او بنت وربته تربيه عاديه وفضل يكبر قدامها عادي، وهي علاقتها بربنا سبحانه وتعالى برضه عاديه زي ناس كتير. فلما ماتت موت عاديه، لان ما كانش فيه مبادره. والانسان لما ياخد خطوات ربنا بياخد بايديه على مستوى الدنيا والاخره. من تقرب مني شبرا، والكلام ده مش على مستوى الصرف في الجامعه بس يا جماعه. الواحد لما يجتهد في اي حاجه في حياته، حتى ان هو يسامح الناس، ياخد مبادره انه حتى هو اللي يسامح. لو الواحد خد المبادره تقربت منه ذراعا، ربنا عز وجل بيقرب لك اكتر بكتير. ولما ربنا يقرب لك اكتر بكتير ما تقرب له انت، إذا اقترب رب العالمين وأقبل عليك، أقبل عليك بالكون سبحانه وتعالى. لأن الكون ده حتة من ممتلكات ربنا عز وجل. الكون ده عبارة عن جزء من ممتلكات ربنا، فإذا أقبل عليك رب العالمين سخر لك كل حاجة. أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة، بمناسبة مسألة السلبية ومفهوم هو أنا اللي غير الكون، في حاجة اسمها عند الدكاترة النفسيين التكيف العصبي. إيه التكيف العصبي ده؟ إن الواحد لما يقعد يكرر حاجة على ذهنه يبدأ عقله يقتنع بيها، فلما عقله يقتنع بيها يبدأ يوريها له في كل حتة حواليه. فلو فضلت انا كل شويه اقول انا مفيش مني امل، هو انا اللي غير الكون، هي جت عليا، ما الناس كلها عايشه كده، هبدا اخد اقتناع جوه نفسي ان انا سلبي واللي حواليا سلبيين. فابدا وانا ماشي في الشارع عقلي يبين لي السلبيات بس. عارف لو الموضوع اتعكس وغيرنا المفهوم وقلنا خدعوك فقالوا، دي خدعه يا جماعه، احنا كويسين ان شاء الله، انت خليفه الله في الارض.